بعض الحالات احنا بنتكلم على علم وبنتكلم على طب وبنتكلم على علاج. انا متهيألي انه صعب قوي، بيصعب على الناس العادية ان هي تعالج نفسها، يعني حتى لو قرت. بتكلم انه مثلا انا هند مش دكتورة، فانا ممكن اقرأ كتير قوي عن مرض معين، ولكن هل انا في النهاية هقدر اعالج نفسي؟ انا بشوف انه يمكن الامراض اللي ليها علاقه بالجسد اسهل بكتير من الامراض اللي ليها علاقه بالنفس او بالروح. يعني علاج الامراض اللي ليها علاقه بالنفس او بالروح هي اصعب بكتير قوي، واحيانا بتحتاج لمساعده خارجيه، مش احيانا، في كتير قوي من الحالات احنا بنحتاج شخص يشد ايدينا ويطلعنا من الحالات النفسيه اللي ممكن نكون بنعاني منها. الثقافه هي الشيء اللي بيخلي الانسان يتقدم الى العلاج عند توقيت مبكر، ما بيسيبش نفسه. انما عدم الثقافه انه بقى عنده مشكله وعمال يخبط في ولاده والست تخبط في ولاد، او طول النهار خناقات وحول صحبه وما يعرفوش ان ده او دي عندها مرض. لانه احنا عندنا الاكتئاب ده بنسميه مرض الاضطرابات الوجدانيه، اضطرابات المزاج، لان الانسان زي ما قلنا مش زي الحيوان بينفعل يا مبسوط يا غضبان، لا، ده ممكن بحركه عين واحده يعبر من غير ما يعلي صوته ولا ينفعل، وممكن يتحرك بايديه او برجليه بحيث يدي تعليمات معينه. فانوت الثقافه بتخلي الانسان مستمع جيد وياخد قراره، خاصة انه كتير من الاعراض الجسمانية اللي بتيجي للانسان سببها الرئيسي نفسي، لانه اكتر اعراض الاكتئاب الام في الجسم. صحيح، لان احنا ممكن الناس ما تعرفش ان احنا عندنا 2 جهاز عصبي، مش جهاز عصبي واحد، جهاز عصبي ارادي السمساوي، الجهاز العصبي الارادي اللي انا بشرب بيه الميه، بعد ما ابلع الميه الجهاز العصبي الارادي هو اللي بياخدها بيوزعها ويقفل المحبس بتاع البول امتى ويفتحه امتى وينزل العرق امتى، والواحد يبقى الشرايين بتاعت جلده تتوقف عشان الدم كله يبقى جوه. ده اللي بيعمل الجهاز العصبي الارادي، وبيسيطر عليه الجهاز العصبي الارادي بهرمونات. لما الانسان يبقى قلقان يبتدي يحس باعراض جسمانيه بنسميها الاعراض النفس الجسمانيه. فانوت برضه حتى الاعراض الجسمانيه لما واحد يجي له اعراض ويبقى قلقان قوي منها يبقى في عامل نفسي، او نوع الشخصيه مع الاحاسيس العامه المقلقه بيبقى متضخم، اللي هي شخصيه اللي عندها توتر عالي. فانوت ازاي انه كل واحد مننا يعرف ان هو يبرمج حياته على انه يكون قدراته الفكريه والثقافيه الواسعه تجعله لا ينفعل، لانه يعني خذ العفو وامر بالعرف وامر بالعرف، يعني خد حقك وانت بتعفو عن الناس. فنوت التوازن الانفعالي الفكري، لانه النهارده الناس بتقعد تفكر وبتخترع واحنا قاعدين بنفعل، وبشوف جارتي عملت ايه، واشوف زميلي الكسبان وشغال كويس ازاي وقعه. يعني هنوت قدره الانسان على ان هو الجوانب الروحيه زي ما سيادتك قلتي الاخلاقيه والسلوكيه هي اللي تخلي الإنسان أكثر توازنا وأكثر انطلاقا إلى الإيجابيات ويبعد عن السلبيات، تزداد فيه نقاط القوة وتقل فيه نقاط الضعف، يبقى عارف إمتى إزاي إن هو يسعد غيره أو يساعد غيره. يعني الحمد لله يا رب إن الشعب المصري النهاردة كل أو معظم الخيرات طالعة لأهالينا في غزة رغم المشاكل الاقتصادية الكبيرة، وفاتحين بابنا للسودانيين ومن هنا. احنا طول عمرنا كده، فيعني شعب معطاء، شعب عنده عطاء، فعايزين ننمي حتة العطاء دهيت في حياتنا، في العمل، حياتنا الأسرية، في حياتنا الرياضية. يعني لازم نبقى في الثقافة، وعشان كده الثقافة النفسية مهم ان الواحد يقرا. ليه؟ لان في مهارات كتيره، مهم اني اقرا عشان اعرف اذا كنت بعاني نفسيا او لا، او انا في حاله تمام يعني اقدر اخرج منها نفسي بنفسي. ولكن يا دكتور، في بعض الناس زي ما انا قلت ممكن يكونوا قروا وعرفوا حالتهم وشخصوها على فكره كمان من الاعراض اللي بتنتابهم، ولكن هو مش عارف يساعد نفسه. موضوع اكبر منه ان هو يقدر يساعد نفسه او يخرج نفسه او اللي حواليه اللي بيحبوه يقدروا ان هم يشدوه من القصه دي او من الحاله دي. اي حاجه هنا بقى يلجأ للطب النفسي. طبعا
طبعا ده اللجوء المبكر كمان. ليه؟ لان التشخيص المبكر ده وقايه. ليه؟ لان الانسان النهارده مثلا مدير عام في حته، الدوره التدريبيه لمهارات القياده للمديرين، يعني مدير يعني بتعلم مهارات، والمهارات دي جزء من التعبير النفسي واسلوب التخطيط للمستقبل. ما دي كلها مهارات نفسيه، يعني دي كلها حاجات بتستخدم فيها العقل عشان تبقى اكثر. يقول لك كيف تتعامل مع موظفك، دي مهارات اخلاقيه وسلوكيه. انما اللجوء المبكر الاطباء هيخلينا نشخص. ليه؟ لان في اعراض بتبقى مرضيه طبيه، يعني مثلا ايه، واحد عنده عدم تركيز، ما يهتمش بيها، لما يجي له اكتئاب، لانه الاكتئاب بيجي ساعات مع عدم تركيز، نسيان كتير، فنلاقيه عنده ارتفاع في الدهون في الدم. ليه؟ لان احنا عندنا الدوره الدمويه بتاعت المخ مختلفه عن الدوره الدمويه بتاعت الجسم. جسم عضلات محتاج مولوكيول كبير، يعني الذرات الطعام نفسها بتبقى كبيره. انما اللي داخل المخ دي شرايين صغيره جدا، رايح الاخر خليه صغيره جدا، ملايين الخلايا غير بقيه الجسم، شرايين صغيره، فالماده بتاعتها اللي داخله جزئيات صغيره، ففي غربال ما بين الدوره الدمويه بتاعت الجسم والدوره الدمويه بتاعت المخ. لما يكون في ارتفاع في الدهون تيجي تعمل خلل في امتصاص المواد الحيويه للناقلات الاشاره العصبيه في المخ، ويجي الاكسجين، ذر الاكسجين نتيجه الدهون ما اتكسرتش، وبرضه تعيق هذا الامتصاص، فنلاقي ان في اعراض عضويه اساسا ابتدت المشكله، التركيز والقدرات بتاعه المهارات الاجتماعيه والتعامل مع الناس والنشاط. فبيبقى اللجوء الى الطبيب مؤكرا قد يكون فيه خير اكتر من اي حاجه. التشخيص هو اهم شيء. بعض الناس بيبقى عنده الغده الدرقيه كسلانه شويه، ساعات تبقى نشيطه زياده، يبقى عنده نرفزه، تدي احساس تدي اكتئاب، والقلب نفسه يترسب عليه الدهون، فيبقى عنده خمول خالص، مش قادر يتحرك. طيب دكتور، هل في بعض الامراض النفسيه ليها علاقه بالعامل الجيني او الوراثي؟ يعني هل في ناس بتظهر عليهم بعض الامراض وبعدين بعد سنين طويله نكتشف انه الاب كان بيعاني من نفس المرض النفسي، او الجد او الجده؟ هل الامراض النفسيه زي بعض الامراض العضويه ليها علاقه بالوراثه، بالجانب الوراثي؟ طبعا. ليه؟ لانه اللي عنده يعني ايه اضطراب في الشخصيه نتيجه لانه اتربى في اسره الاب او الام عندهم مشاكل انفعاليه نتيجه للوراثه، هو بياخد مشكلتين. الوراثه قد لا تكون عامل مؤثر، لكن لما بتكون في الجيل الاولاني الاب والام، فبياخد العامل الاهم اللي هو عامل السلوكيات المحليه، بياخد اندفاعات من الاسره، بيبقى مش قادر ياخد شخصيته، يعني بتبقى في ضغوط عليه، فيبقى كمان حتى الجين حتى لو كان ضعيف بينهار مبكرا. فاي اب او ام عندهم اي انفعالات لازم الاول يتدربوا ازاي نتعاملوا مع اختلاف وجهات النظر. يعني احنا النهارده العالم كله ماسك في بعضه وضرب، محتاجين لبرنامج عالمي لحل الصراعات. انا من ضمن الحاجات اللي احنا قدمتها للاتحاد العالمي للصحه النفسيه لليوم العالمي السنه دي للصحه النفسيه. الصراعات الايه يا دكتور؟ الاسريه ولا الصراعات؟ الصراعات الاسريه والصراعات الاجتماعيه والصراعات الدوليه.